لما حمل تلميذ الأطراف السيد المسيح وحتى بدا بشهرته، من الذي كان يحكم العالم كانت قبل 30 سنة؟ هو نفسه الرب. يعني كون ان المسيح في طفولته لا يمنع انه من مهن لاهوته موجود يحكم العالم، بغض النظر عن ان المنسوس في فتره طفوله او لا، بلاهوته هو المسؤول
معهد العالم مفيش خمسة المناهج ومفيش قصص ويكون القسم الليلي مفيش نقدر فيبقى نقدر نتقابل يوم الاثنين والثلاث مع ممثلي الكنائس باختيار تحت يعني نستعد يوم الاثنين والثلاث نيابة الكنائس الفندس فيبقى يتصل بيكم ولو تليفونيا لتحديد المواعيد. كان مطرح كاثوليكي
كتب كتاب من جزئين. انا فاكر الكتاب ده لما كنت امين مكتبه ديب السريان سنه 54. فاكر الكتاب ده كان من جزئين وحتى نحن مكتبه. الرجل اسمه هارفر قال في تدبير الكنيسه ان كانت الكنيسه يدبرها الرسل رسل المسيح الاثنى عشر وليس بطرس وحده. ولذلك عزله الكاثوليك من البطريركيه وحذف اسمه من اسماء البطر. هل تعيد طبع هذا الكتاب وهل هو نفس الكتاب اللي احنا بنقول لكم عليه ولا كتاب اخر اخذ نفس الاسم؟ نشوف دي نشوف دي. سؤال: هل روح الانسان تنام مع الجسد عندما ينام الجسد ام اين تذهب الروح عندما ينام الانسان؟ انت فكرك يعني الجسد تفتى والروح تفتى ده ينام قدام يتسرح اثناء نوم؟ يقول لك انت الروح كده بالفرق ده لما ينام الانسان بينام روحه فيه. يعني ايه بينام روحه فيه؟ لان روحه لو مش موجوده ما يبقى مات ما يبقاش نايم. لكن ما دام نايم وهو حي يبقى روحه فيه لان هو حي موت. زي مثلا هنقول ان الانسان هو نايم قلبه بيشتغل مع انه نايم واجهزته بتشتغل مع انه نايم. وعقله بيشتغل لو كان العقل الباطن بيشتغل في احلام في حاجات زي كده. لكن روح الانسان هي التي تعطيه الحياه وبيكون يعني متحده بالانسان اثناء نومه سواء نايم او صاحي روحه موجوده فيه. يقول ان اين تذهب الروح عندما ينام الانسان؟ لا تذهب ولا تاتي. دي بقى كانت ايه؟ كان احد المشتغلين بالارواح خلط بين عمل العقل الباطن وعمل الروح فافتكر ان الاحلام التي يحصل فيها الانسان الروح بتخرج وبتلف وبتيجي في اماكن الاحلام. طبعا لو خرجت من الجسد يبقى الجسد مات. يبقى لما يصحى يبقى قيام الاموات. عشان كده انا كتبت في مجله الجرايد مقاله عن الارواح وعلاقه الروح باثناء الاحلام وهل هي تذهب وتسيب الانسان وتلف وتيجي. وقلت ان ده خلط بين الروح والعقل الباطن. فالاحلام يعني واحد حلم مثلا انه سافر انجلترا وقبل ما يعني روحه خرجت من جسده وراحت انجلترا بعد ما ترجع تلاقيه مات ومش هترجع. وان خرجت من جسدك كانت لكن ده عقل الباطن الصور اللي فيه او الرغبات او الافكار جابت الحاجات اللي احلام لكن ليست هي ذهاب من الروح انما هي نوع من الاحلام.
بيقول لي من ذا مصوم يميت 4 مرات؟ طبعا 50 مرة نصومش، لكن عموما بنصوم يوم الجمعة لأن هذا اليوم صلب فيه السيد المسيح، فمش بصوم في اليوم يوم آلام المسيح نكون إحنا بنتمتع بأكل وشرب، وبنصوم يوم الأربعاء احتجاجا على خيانة المسيح بواسطة يهوذا، فما بناكلش الفطار. واحد هل يجوز للإنسان اللي عليه الشيطان أن يتناول من الأسرار المقدسة؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن واحد عليه الشيطان يبقى مش هيحترم الأسرار المقدسة، ومفروض لما يخرج منه الشيطان يبقى يتناول. بيقول له إن كان لا يجوز نرجو ذكر الأسباب. ذكر الأسباب الكتاب يكون دايما شركة للنور مع الظلمة وللمسيح مع باب العقل، يعني ما فيش شركة بين المسيح والشيطان، فازاي يبقى في هذا الإنسان شيطان ويتناول يبقى جواه المسيح وجواه الشيطان؟ ثانيا لأنه سوف لا يحترم الأسرار المقدسة. ثالثا لأن التناول لابد أن يسبقه باستعداد روح، استعداد روح، وليس من الاستعداد الروحي أن يكون الإنسان مسيطر على الشيطان. Okay.
كتير من الناس بيتكلموا او يتصرفوا تصرفات عشوائية ليست على مستوى المسؤولية ولا يحسبون فيها حساب ردود الفعل. يعني ايه حساب ردود الفعل؟ كل كلمة انت بتقولها بيكون ليها رد فعل عند السامع، سواء رد فعل طيب او رد فعل سيء. كل التصرف بتعمله بيكون هذا التصرف له رد فعل، اما رد فعل طيب او رد فعل سيء. فلازم كل انسان يحسب حساب ردود الفعل قبل ما يتكلم كلمة، يشوف ايه نتائجها وردود الفعل بتاعها على الناس ايه تأثيرها فيهم. وقبل ما يتصرف الانسان لازم برضه يحسب حساب التصرف ده نتائجه ايه وردود الفعل بتاعها، لان كل عمل بيعمله اي شخص بيكون له خاص من هذا العمل. ومطلوب نتيجة يوديك هذا العمل. فهل كان اللي انت بتعمله هيجيب نتيجة ولا مش هيجيب نتيجة؟ وهيجيب نتيجة كويسة ولا نتيجة وحشة؟ وزي ما بيقول الكتاب نهاية أمر خير من بدايته. يعني أنت بتتصرف تصرف نهايته غير المهمة في النهاية، ممكن تبتدي أي بداية، لكن هل البداية هتوصلك للنتيجة اللي أنت عايزها ولا لا؟ نشوف الحكاية. جايز الإنسان يقول كلمة، كلمة غضب مثلا، ولا يعرف نتائجها. ياما مشكلات عائلية وربما أدت إلى الطلاق كان سببها كلمة معينة لم يعمل حسابها، أو غضب معين لم يعمل حساب ردود فعل. زي راجل بتاع الغضب بيتضايق يضرب مرات ولده، ما يعرفش نتائج بيته غير جايز النتيجة إنها تروح لتوه، لكن هو لو غلط ما كانش عامل حسابه انها هتوصل بيت ابوه. فلازم الواحد كل التصرف يتصرفه يشوف ردود الفعل. انسان اهان غيره ما حطش في مخه الاهانه دي هتوصل لايه، لكن هو تصرف عشوائي مش معمول حساب ردود فعل. واحد كذب كذبة وافتكر ان الكذبة دي هي كذبة وحمر، ما يعرفش ايه الردود فعلها، جايز تجيب نتائج خراب، ما يعرفش ايه النتائج دي فبقت. يعني خدوا يعقوب اخ الاباء، خدع اباه اسحاق عشان يوصل للنتيجة، ما عملش حساب ردود الفعل ان هيقعد اكتر من 20 سنة في شقة هربان من ابو عيسى. ما حطش في مخه لما ياخد البكورية وياخد البركة، اخده للبركة بطريقة الخداع هتثير اخاه عليه، ونتائج الخسارة دي هتبقى ايه؟ كان نتيجة الخسارة ان يعني سؤال اقوم وحطه يعقوب. المشكلة ان الواحد ساعات ينظر للامور من جانب واحد او من زاوية واحدة وما ينظرش لباب الجوانب. كل ما كان يخدم فيه يعقوب ازاي ياخد البركة، لكن ما فكرش شعور اخوه هيبقى ايه، النتيجة هتبقى ايه.
ضعيف وهيضطر ينتقل منه ولا لا؟ هيضطر ان يهرب ويسيب يترك بيت ابيه ويهرب ويظل في الهرب مدة، وتكون النتيجة ان ربنا يسمح بالخداع ايضا يقع على يعقوب من خارج الاباء ومن قبل. جايز انسان ياخد موقف كبرياء معين وما يعرفش الكبرياء دي توصل لكين، ما بيحسبش حساب ردود الفعل. ده جايز واحد يقول كلمة ترياق في فكاهة وكل ما يقصد ان يضحك الموجودين، لكن ما يعرفش كلمة الترياق اللي هتعمل في نفس الشخص اللي يقصده فيه. وجايز في كلمة تانية، ده في ناس يخافوا ينكتوا او يهزروا مع بعض فيما يسمونه كذبة ابريل، ويفتكر ان دي ضحك وما يعرفش نتائج كذبة ابريل دي نتائجها ايه. وساعات تكتب كذب ساعات تكتب. التصرف في ردود الفعل، ان ساعات يكون ليها ردود فعل عند الناس على الارض ويكون ليها ردود فعل في السماء عند ربنا. زي ايه مثلا؟ لما داود النبي طلب من نبان الكرملي ان يبعثهم شويه اكل ليه وللجنود بتوعه وهم بيجسوا الغنم، فرفض نبان الكرملي، ما حطش في مخه الرد ده يكون رد الفعل بتاعه عند داوود ايه؟ ده داوود ساعتها فضل وقال بقى انا اقعد احرص لهذا الرجل طول هذه المده ولم يخبر منه شيء، ويجي ساعه الاحتفال بغزه الغنم ما يبعتليش حاجه بقى. طيب انا هروح واقدم وامرض ولا ابقي له باكلا بحرا. او تصرف عمل النبات وما حطش في مخه، ايه ردود الفعل هتكون ايه؟ لولا ان ابي جاي انفذت الموقف كان يمكن النبات ده مات فيه اتقتل فيه. خدوا مثلا رحب عنده ابن سليمان، قولوا الناس وقالوا له خفف علينا ابوك اللي خفف علينا منين واحنا نطلب منك انك تخفف علينا. فاستشار الشيوخ والشباب، الشيوخ قالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب واحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون لك عبيدا كل الأديان. والشباب قالوا له لا، ده اللي يضحكوا عليك، انت تقول لهم انا خنصري اغرق من مبن ابي وابي ادبكم بالسياط وانا ادبكم بالعطار. وواضح كلام الشباب، لكن ما حطش في مخه ان لما يقول الكلام ده هتكون النتيجه ايه؟ ايه ردود الفعل هتبقى ايه؟ ما هو سهل ان الواحد يقول اي كلمه، سهل، وسهل ان الواحد يقول كلمه صعبه مش دي، سهل، لكن لازم يفكر رد الفعل هيبقى ايه؟ رد الفعل هيبقى ايه؟ قولوا فقال لهم انا انصري اغلط من نفس ابي ادبكم بالسياط وانا ادبكم بالعطار. قالوا له كده الى قيامك يا اسرائيل، وان شق عليك عشر اصباط بقياده يربع، ومن ذلك الحين انقسمت الدوله وظلت منقسمه الى يوم بيت مصر لغايه الوقت. يعني ما حصلش انهم انضموا لبعض. يعني راح بعد لما كان يسمع النصيحه كان لازم يقول لما نتائجها ايه؟
مثل آخر. يعقوب أبونا أحب ابنه يوسف فجاب له قميص ملون. ما حطش في مخه ايه بيقول الفعل عند بقية أخوات أخوة يوسف لما هو يكرم يوسف أكثر منه تكون النتيجة ايه؟ أهو نتيجة القميص الملون رد الفعل حسب أخواته ليه ونتيجة الحزن اللي انتوا شفتوا حصل. فكان لازم يعقوب لما يفكر يجيب لأخوه يجيب يوسف قميص ملون يعمل حساب رد الفعل يبقى ايه عند بقية الاخوه. عشان كده احنا بنعمل حساب الحاجات. انا لو جوني شوية حياة وقربت على واحد لازم اقدم 40 لو قرصت قدام واحد لازم اقرص كل الودان بتاع الاجانب كله بالمعامله نفس المعامله والا واحد خير. لازم تعمل حسابك لما تفضل واحد من اولادك تشوف ردود الفعل ايه. لو مدحت ولد لازم تمدح البقية على الاقل كل واحد في الحدود اللي يصرف فيها من الاخير. خذوا مثل اخر يوسف الصديق حل الاحلام وحكاها لاخواته ان بيسجد له الشمس والقمر والبعاد والنجوم البعيد كلها. طب يا حبيبي لما تحكي الحلم ده مش اخواتك هيغيروا منك؟ مش هيتعبوا منك؟ مش هيحسدوك؟ مش هتخلصهم؟ هو الواحد يقول بس وما يهموش النتيجه تبقى ايه؟ طب ما عايز النتيجه تبقى وحشه. ولذلك في مسائل ممكن الواحد يكتمها في قلبه زي الاشياء التي تمجده امام الناس وما يقعدش يحكي. ياما ناس نتيجه انهم بيحكوا حدثت مشاكل زي يوسف الصديق وهو بيحكي احلامه. خذوا مثلا هاجر وسارة. سارة ما كانش عندها عيال وادت هاجر لابراهيم عشان يتولد له ولد. فهاجر خد وقال له ولد. الكتاب بيقول لما هاجر صار لها ولد صورت مولاتها في عينيها. فهي اللي عندها عيال وستها ما عندهاش صبرت مولاتها. طب يا هاجر لما تصبر مولاتها في عينيك انت عارفه نتائجها ايه؟ ما هو سهل انك تنبسط اللي عندك على ما عندهاش. كانت النتيجة إن هاجر طردتها من بيت والدي البيت البت دي بتقعد شهر تمشي ومشيت واضطرت وفضلت مطرودة إلى الملك. طب ما هو ممكن الواحد ياخد أي موقف لكن نتايجه إيه؟ إيه النتيجة؟ هو لازم الإنسان ياخد موقف ويقف على كده. مش لازم يفكر النتيجة تبقى إيه؟ ردود الفعل هتبقى إيه؟ تصبح مولاتها في عينيها سهل. هو كمان هتضطرب من البيت لحاجة تانية ورد الفعل. لازم كل إنسان ياخد موقف أو يتكلم كلمة أو يتصرف تصرف يحط في مخه ردود الفعل هتبقى إيه؟ ما يفتكرش واحد لما يقول كلمة أو بيتصرف تصرف إن الباقيين مش منه ومش بيتأثروا ومش يعملوا حاجة. أبدا كل إنسان بيتأثر وكل إنسان بياخد موقف وكل فعل ليه رد فعل. جايز مساوي ليه وجايز أصعب منه. جايز مساوي ليه
بقيت بصمم، لكن الواحد يتصرف بس ما يعرفش النتيجة ايه، ما تبقاش حكمة طبعا. خذوا مثلا بنت تعرف محبة ولد، وولد مش من جنة، وتسمح لهذه المحبة ما تتعمق في قلبها، طب نتيجة كده ايه؟ مش تفكر هتوصل لفين؟ تحاول سابقا مش هتجيب نتيجة، لأن لو كانت النتيجة إنها هتغير منها أو تتجوز الولد بدون ما عرفت تخليها أو قرار، يبقى ضيعت روحك. يا بنتي قبل ما تتصرفي التصرف شوفي ردود الفعل هتبقى إيه. خدوا مثلا قسوة والدين، ربما أبقى الأم يقسو على بنتهم أو ابنهم وما يحطوش في مفهومهم إيه ردود الفعل، بقيت ردود الفعل الواد يقرا قلبيه، بقيت ردود الفعل الواد وهو تعبان يلاقي أصحاب مين يقودوه إلى المخدرات إلى السفن عشان ينسى أتعاب ويضيع. جايز البنت نتيجة القسوة تدور على قلب حنين تاني، وربما قلب الحنين ده يضيعها. هو بس الأب أو الأم ياخدوا موقف زي القسوة من غير ما يدوروا ردود الفعل تبقى إيه؟ النتائج دي هتبقى إيه؟ بس مجرد كده التصور بدون حسبان نتائج الفعل. واحدة ست تقابل جوزها وتلح عليكم الموضوع، طب سنين الموضوع ده تلح ده، بقول لك سنين تلح ده، مش فاضي دلوقتي سنين تلح ده، تكون نتيجة زي دي قلبي يضرب يزعق يعمل حاجة، أما الراجل ده أعصابه تعرف هو بس الإلحاح يكون موجود ما يتحسبش حساب رد الفعل يبقى إيه؟ تقول الكلمات تستنى لكن تلح 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 تضغط على أعصابه تضغط على أعصابه، لما جايز بقى يغلط أي غلط، لما يغلط تقول أنا المسكين اللي اتجوزت راجل يغلط، لا ده هو المسكين اللي اتجوز واحدة بتلح عليه. زادت عن حدها فالأذى
المصطلح جدا معروف، زي حاليا واحد مثلا يبعث صورة أمراض نمشي مفيش حد، لكن يروح بعد ولا 10 صور يقول معقول؟ لازم يشوفوا رب الكعبة. يكون في الأرض أو في السماء، في الأرض أو في السماء، يعني في الأرض أو في السماء، يعني آخاب الملك اشتهى حقل نابوت اليزرعيل، ونابوت مرضيش يديله الحق البتاع ميراث ثبات، فإذا بنت نعمل حيلة، والحيلة دي يعني هيتهم نابوت اتهام لازم بالتكليف على ربنا، وينتهي الأمر بقتله ويستولوا على الحق. لغاية دلوقتي مجرد تجربة وتصرف، ما حسبوش ردود الفعل في السبب هتبقى ايه؟ هو جايز في رد فعل على الأرض وجايز رد فعل في السبب. ربنا لما لقى ده حصل بعت إليه الملك قال له روح لأهلك قل له أنت أتت ورثت في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي، هتبحث دمك الضعيف. هو فكر في إدراك الأيام بالحق، ما فكرش بعد كده من ذلك وردود الفعل إيه؟ مع الإنسان الخير الحكيم هو اللي ما بيعملش حساب النتائج وردود الفعل. ردود الفعل في السماء ان ربنا قال ان الحياة ده المكان اللي لاحظ فيه كلام دم نابوت الإسرائيلي يبحث دمه وقد دمه ومات أثاه ولحظ الخلافة. عادل كان ما رباش ولاده تربية سليمة، ما عملش حساب ردود الفعل ان نتيجة عدم التربية اولاده هيختاروا اخطاء تنفيذية ينجسوا ايه، ونتيجة كده ربنا يسمح ان عالم كاهن يقع من على كرسيه وتدق رأسه ويموت ويحرم من الكهنوت هو ونسله الى تبعه. طب يا عادي لما انت ما ربيتش اولادك ما عملتش حساب النتائج وردود الفعل ايه؟ اهل السالون اشتهوا الملاكين اللي جم عند لوط، لان كانوا ناس عندهم شذوذ جنسي، وراحوا على الاخر عشان يعتدوا على الملاكين، ما حسبوش ردود الفعل ايه اللي تيجي وانهم يضربوا بالعمل كلهم وما يعرفوش رايحين فين. ما هو الواحد برضه لما يرتكب خطيه لازم يحسب حساب ردود الفعل. ما هو داوود برضه ارتكب خطيه وما حسبش ردود الفعل، كانت ردود الفعل قتل قضيه الكفري، وكان ردود الفعل كان نتان وعبد ربنا بيقول له تعاقب كذا وكذا وكذا وكذا، وقد تم، لأن الإنسان ساعة ارتكاب القضية ما بيكونش عامل حساب النتائج وردود الفعل، النتيجة هتبقى إيه؟ ردود الفعل هتبقى إيه؟ زي واحد بيتضايق من واحد فيقتل وما يعرفش ردود الفعل إيه؟ جاي ردود الفعل أسرة القتيل تسعى إلى الأخذ بالقرض، ويفضل الأخذ بالقرض ده يلف وراه مدة أو يتقبض عليه ويقعد، لكن هو ما حسبش حساب ردود الفعل. إنسان بيتصرف ومش حاطط في موقف النتيجة تبقى إيه؟ خد واحد زي شمشون، كان إنسان أقوى رجل في عصره، قوته فائقة للطبيعة، وكان نذير الرب،
ربنا هيعمل ايه لما يمشي سره ولما شعره يقص واعداؤه يعملوا فيه ايه؟ فاول ما اصبر اصبر شعره وقالت له اعداؤه يحكمون عليك انتقض شمشون ولم يدري ان حكم الله قد فارقته في نعمه كان فاخدها لتديله قوه ما عملش حسابه لما يكسر وابنه النعمه تروح منه ولا لا راح. وكانت النتيجه انهم فقروا عينيه واصبح بكل الطاعون كالحيوان لانه لم يعمل حسابه من الجعل. لما يمشي سره يجرى له ايه؟ لما يكسر نادره يجرى له ايه؟ لما يستسلم لقص شعره يقرروا ايه؟ وضاع شعره. مفيش حساب لردود الفعل، عدم حكمه، ان انسان يتصرف تصرف عشوائي ولا يعرف حساب ردود الفعل. كورة وتسامح الجيران اشتهوا شهوة انهم يرفعوا الطابور واذا من عملك وفعلا اصروا على هذا الامر. انهم العمل كف قالوا كلنا نحن ربنا وكلنا متساويين وليس عمل. وفعلا عمل كف لم يحسبوا ردود الفعل عند السماء تبقى مش عند الارض. وكانت النتيجة ان ربنا سمح ان الارض تفتح فيها وتقتنعها هم وعائلتهم. قبل ما يفكروا كده لازم كانوا يحسبوا ردود الفعل. هو الواحد يتصرف بس ممكن اي واحد يتصرف، لكن لازم يشوف النتائج دي هتوصل لفين. هو الانسان اللي غلبان في تفكيره يفكر في خطوة واحدة وما يفكرش بعد الخطوة دي يبقى ايه الخطوة الثانية ايه الخطوة الثالثة ايه ردود الفعل ايه النتائج. لما اقول الكلمة دي يبقى ايه، لما اعمل العمل دي يبقى ايه، ردود الفعل يبقى ايه. بيكون عينيه مغمضة وعقله ممر الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسرق الصلاة. الإنسان الحكيم يفكر في العمل، لو مشي فيه يوصل لفين ويجيب نتيجة فيه. قليل لما أنت تقول ما فكرش النتيجة تبقى إيه، بينما ربنا انذر لألا تكون ده أول واحد قتل، ما كانش عارف. لا ربنا انذر قال له على الباب توبة خطية وأنت تسود عليه، خلي بالك. ما خلاش بالك وقتل وما حطش مخه في مخه النتيجة تبقى إيه. كانت النتيجة إن ربنا عنده صور دم أخيك صارخ إلي من الأرض، ملعون أنت من الأرض التي فتح فيها لتقبل دم أخيك بجنبك. وعاش مسرورا وتائها في الأرض بقية أيام حياته. ليه؟ لأنه ما عملش حساب لردود الفعل، ما عملش لردود الفعل في السبت جايز في الارض، ما فكرش. طب وفي السبت رد الفعل في السبت هيبقى ايه؟ الناس اللي دول بنوا كل بيت قالوا نبني هنا ونطلع في السماء ونعمل ونسوي ونكون لنا اسما. طيب نتيجة دي هتبقى ايه؟
بس التفكير المحلل يكون كله تطلع بفوق مع ممكن تطلعه بفوق والتكريم والتنزيل بتاعه المتغير هو الطلوع بفوق ده ملوش حدود ساعه. فكانت النتيجه ان ربنا بلغ الكلسلات الناس اللي بتعملوا الهندسة الدراسية دي ما حطتش في خطوة ردود الفعل الاجتماعية. سهل جدا ان انا اجيب جينات انسان وجينات كده والعب في جينات والعب في كروموسومات والعب في كده 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 ممكن واطلع اشكال والوان ممكن. لكن الاشكال والالوان دي نتيجتها ايه؟ ردود الفعل بتاعها يبقى ايه؟ ردود الفعل عند ربنا ايه؟ ردود الفعل عند البشر يبقى ايه؟ سهل جدا ان انا اطلع مخلوق بشكل حيوان على الانسان سهل جدا. والعلم دلوقتي حد وقف الصدر واخد طريق وعجبه لكن النتيجه دي تبقى ايه؟ الناس دلوقتي اللي بيشتغلوا في الانترنت واخبار العالم بتبقى معروفه عند كل الناس وبالكمبيوتر يطلع كل حاجه هم عارفين ان النتائج بتبقى ايه؟ واحد بيعمل انترنت في بيته وكمبيوتر وغيره وابنه يفتح على روايه تمثيليه على كاسات كتب على كذا ابوه يخش الاوضه يروح يغيره في نفس الضغط على شبكه ايه الحكايه؟ لا نعرف ما هي النتائج. ده النهارده جاي في البرنامج نتائج هذا الامر على الناس بتوع السكيورتي الناس بتوع الامن يعني ان حتى في امريكا بدات الحكايه تطلع ما كل حاجه ممكن تبقى مفيش اسرار مفيش اسرار. طب ونتائج ايه؟ لا نعرف ما هي النتائج ما هي ردود الفعل حتى بالنسبه للاختراعات الحديثه حتى بالنسبه للتكنولوجيا ما نعرفش ردود الفعل بتبقى ايه. الانسان اللي اخترع القنبله الذريه ما كانش حاطط هتبقى قنبلة كده يعني لما حط الفكرة العلمية في الأول ما كانش فاكر إنها تستخدم في وضعات الحالية ما كانش عارف إيه وجود الفعل ما نعرفش إيه وجود الفعل بالنسبة للعالم كل هذا التقدم هيوصله لحد فين؟ إحنا ما نعرفش جايز تستهوينا الفوائد اللي بنشوفها لكن ما نعرفش ايه الاضرار اللي بتيجي بعد كده. ما نعرفش ايه الاضرار اللي بتيجي بعد كده. زي الناس اللي بيستخدموا ادويه وما يعرفوش ايه السايد افكت بتاع الادويه وايه نتائجها بالنسبه لهم. ده ناس كتير بيقولوا ان كثرة تعاطي الانتبيوتكس بتجيب فشل كامل في المناعة وفي ادوية معينة بتساعد على كده. الكلام ده سمعته مرة من وزير الصحة السابق. في حاجات بيكون لها نتائج. علشان كده في الخارج ما تقدرش تجيب اي دواء من الاتخاذة الا بروشته الطبيب. احيانا ما تقدرش تشتري اسبرين بدون شرط الطبيب لانك انت مش عارف ايه ردود الفعل دي هتبقى ايه؟ ايه النتائج بتوعك؟ او بتاخد دواء بس وبتاخد الفاعليه الطبيبه بتاعت الدواء لكن ما تعرفش النتائج الثانيه بتاعت الدواء. لذلك بدا كثير من الناس دلوقتي يتجهوا الى التداوي بالاعشاء يقول لك حاجه بتاعت ربنا لان مش عارف ايه الكيميكال
موجودة في الأدوية العادية نتائجها إيه؟ إيه المواد الحافظة اللي موجودة حتى في الأغذية؟ إيه نتائجها إيه؟ إيه المعلمات اللي فيها نتائجها إيه؟ العالم بيبحث أو يبحر بحاجات موجودة في العلم دون أن يعرف إيه وجود الفعل؟ إيه التأثيرات الجانبية؟ الصيف الكبس إيه؟ تبقى إيه؟ Thank you.
لأن طريقة الواحد في التفكير بتاعه هو تفتكر التلميذ اللي بيقول وليه بيدرسون الرياضيات وأنا هطلع بتاع علوم؟ أقول له لا، بيدرسوك عشان تفكر، ولما تفكر تطلع روح بتاع علوم. فيا ريت الإنسان اللي بيتعود يفكر يعمل حسابه في كل تصرف يتصرفه، ردود الفعل، تفضل.